مرت أخي، شو صار لك؟ على شو عم تطلعي؟ قلي لي، صاير معك شي؟ شو قصتك بايا؟ ليش هيك عيونك كأنك بكيانة؟ ما في شي، بس في غبرة كتير هون وفاتوا بعيوني. يلا عمالك بايال، خلينا نروح. يلا تأخرنا كتير. بيال عمهلك، شو صار لك؟ شو القصة؟ ليش هيك عم تجريني؟ أنا كمان بدي أشوف شو عم يصير هنيك. مو معقول. شو بدي أعمل؟ شو لازم ساوي هلأ؟ إذا باردان بيشوف كومال بهي الحالة أكيد رح يجي النجنان ويعصي، وأنا ما رح أقدر أتصرف معه شي، وأكيد رح يعمل مشكلة كبيرة. ليكي بيال، بس قليلي شو الموضوع؟ ما في شي، بس في حدا من أهل الضيعة جايب معه بقرة كتير كبيرة، والناس طلعوا يتفرجوا عليها. البقرة طلعت غبرة كتير وهي عم تمشي بالضيعة، وفاتت نص الغبرة بعيوني. هذا كل شي. ارتحت هلأ؟ انسى هالسيرة كلها وخلينا نروح على البيت. يلا يلا امشي. طيب يلا. خلاص خلاص، بكفي سيد بردان. كومال تعاقبت قدام كل الضيعة، وهلأ أنا بدي إياك تسكر على الموضوع، وبطلب منك كمان تروح من هون من دون أي مشاكل، والشي رح يكون أحسن لإلك ولإنا كمان. خلينا نسكر الموضوع، بكفي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.